أهابت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في وزارة الدفاع بالمكلفين ممن ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية العسكرية من مواليد 10 من شهر مايو لعام 1999 ولغاية نهاية مارس لعام 2000 أو ممن كان متخلفا عن الدفعتين السابقتين، أهابت بهم للالتحاق بالدورة 48 التي بدأت في 7 من شهر ديسمبر الجاري. وأشارت الهيئة إلى أنه بعد تطبيق القانون الجديد عام 2017 تم تخريج دفعتين من الخدمة الوطنية. قمنا بتخريج دفعتين للقانون الجديد، حملت أرقام 46 و47 استكمالا للدفعات السابقة عندما تم إيقاف هذا إيقاف قانون الخدمة الإلزامية بعام 2001، فاستمرينا لحفظ الأمانة التشريعية اللي بدأ فيها المشرع منذ عام 67 من القرن الماضي، هناك لنا سابقة في التجنيد. اليوم خرجنا دفعتين للخدمة الوطنية والتحقت دفعة جديدة يوم السبت الماضي بتاريخ 7 ديسمبر، واليوم بدأنا في افتتاح دورة المجندين رقم 48 العفو في معهد تدريب الخدمة الوطنية العسكرية. في كل كم دورة في السنة وكم عددهم؟ هذا يعتقد على حسب طاقة المعهد وعلى حسب الأعداد وعلى حسب عندنا أقسام مختصة في إحصاء المكلفين. نحن اليوم نلاحظ أبنائنا من ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية العسكرية كثير منهم تفرق أو تأجيل دراسي، تأجيل سنوي دراسي. من لم يستطع استكمال دراسته فعليه الالتحاق في الدورة. وهناك أيضا رغبة شديدة من أبنائنا المكلفين أو المجندين من التحقوا في الدورة وتخرجوا من هذه الدورات في معهد الخدمة الوطنية العسكرية، تقدموا في التطوع، أصبحوا اليوم متطوعين، والمشرع وضع لهم حسب نص المادة 9 من القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016 بهذا الشأن. أجيزت هذه المادة السماح للمجند التطوع في الجيش الكويتي بعد اجتياز الدورة بنجاح وأن يكون مستوفي جميع شروط التطوع.